Assalamu alaikum. Today I'm gonna recite Surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amana rasulu bima unzila ilayhi birrabbihi كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا بدا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله الحمد لله مع السلامة إلى اللقاء أنا أحبه